بس انا حاسس ان كايلا يوم بعد يوم يعني تحس ان هي بدات بقى تاخد جو النادي الاهلي وجمهوره والروح اللي موجوده في الاهلي، الكلام ده صح؟ يعني شفنا اليكس امبارح خلاص قلب، يعني انا عايز اقول لك حاجه، قلب واحد من الجمهور درجه تانيه حتى خلاص. نادين تتابع معايا، هي بتقفش بس هي بره الملعب بقى لو ما فيش جيمات هي قصه تانيه، قصه تانيه، هزار، قصه بقى تانيه بقى، هزار وضحك ويعني الفرقه كلها. لما كانت معانا بتقول بتفرج على ماتشات الكوره، لا الاهلي، وراحت يوم ماتش الاهلي بطوله افريقيا راحت النادي وصورت وعملت كل حاجه، كانت فرحانه جدا جدا. بنتيجه طبعا بطوله جدا. افريقيا. يعني بقول لك يعني بيبقى حاجه كويسه ان النادي الاهلي بنى سمعته الخارجيه على طبعا مدار سنين طويله، يمكن من جزء من سمعته الخارجيه دي كانت اللعيبه الاجانب اللي بيجوا ويمشوا ينقلوا الصوره دي بره. ما هي كايلا جايه عشان كيلسي اللي قبلها اللي لعبت بطوله افريقيا هي اللي قالت لها النادي الاهلي عامل ازاي. فعلا هي طبعا نقلت لها الصوره بتاعت النادي الاهلي في النظام الانضباط والمادي والمعنوي وكل حاجه السلوكي وكل شيء طبعا، فهي دي اللي خلتها اديتها البوش انها تكون موجوده معانا. لان هي لعيبه على مستوى عالي جدا طيب، خلي طبعا بالك يعني طبعا، لا ليفل تاني ليفل تاني وحاجه يعني عشان تيجي تلعب في مصر الحقيقه، فده كان اكبر دليل ان اتنقلت لها الصوره مظبوطه. كيلسي قالت لها ده من احسن الانديه اللي موجوده في افريقيا، فكان في كان بالنسبه لها دي حاجه كويسه جدا. ما هو ده الكلام اللي بقوله لحضرتك، السمعه، طبعا السمعه هي اللي بتفرق، والنادي الاهلي بنى سمعته على مدار سنين طبعا عشان يقدر يكسب او يعني يبقى محط انظار للعالم كله.